السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة الإخوان الطيبين، مرحبا بكم عند أطول رحمه في هذا اليوم الجمعة إن شاء الله المبارك، في هذه ساعات استجابة قبل المغرب، ساعات استجابة بين العصر والمغرب إن شاء الله. نطلب الله يستجيب للجميع ويوفق الجميع ويجعلها من نصيب شي واحد إن شاء الله اللي يستاهلها، والمغاربة كله بيستاهلوا كل خير والإحسان إن شاء الله. وكنتمناو الجميع يوفقوا الله يشري من عندنا ونشريو من عنده. على العموم مرحبا بكم في جميع الحالات، وتنقدموا لكم دابا هاد الكيا سورينتو سبعات البلايص مازوت سعود الخيل، الضريبة ديالها 1500 درهم. صراحة الطوموبيل نقية، داكشي معتبر تبارك الرحمن كما عودناكم عليه وكما عودكم مصطفى. مرحبا بكم عندنا، وتفضلوا دابا ان شاء الله نشوفوا الجماليه ديال هذه السياره ان شاء الله، وتحياتي لكم. تفضلوا. شكرا. سياره طويله تبارك الرحمن، ان موديل 2017 ضربة 140 ألف، وثمنها 20 مليون. نحيدو شي بركة إن شاء الله. مرحبا بكم. ترى عود هذا147. حتى الفولو عود هذا، حتى هو عود هذا. تكريم ثلاجة فيها كاميرا صغيرة. هذا العود هذا وهذا عود مع الفولون. هذا كامل فيها عود هنايا. هذا عود الخوت كما قلنا، ديما كينقى الحمد لله، ديما تبارك الله. الطوموبيل كبيرة، البيبان ديالها وداك الشيء. دابا هدا خواميتها هما زوانين هاد. صراحة السيارات تبارك الرحمن فيها واحد الخصوصية من الداخل زوانة.
فيها هاد الجريحة هادي خفي واحد في البلاستيك ديال اللي فيها كاينة حريدة تما هنا وداكشي كلشي الحمد لله ما كاينش كاين لا ضرب لا جرح الحمد لله حتى الحريفات ديال الباراشوكات كلشي مازال مجوزتي طوموبيل عائلية كبيرة تبارك الله صباغ الدار واحد الجريحة أخرى هنا عاوتاني كلشي مجوز سيف بلاصتو شي باقي اوريجينال كليم اللور الطوموبيل تبارك الله موسعة ومرتاحة قلنا 2017 ضربة 147 ثمنها 20 مليون ان شاء الله حيبي شي بركة ان شاء الله ماشي مشكل لكانت فلوس غنخليوها ان شاء الله ب 19.5 روبريز غنخليوها ب 20 مليون هتلاقي يخلصك فلوس ماشي ولا يلزمك بطوموبيل اخرى فانا ديما تنفضل نبيع ونشري في جهه اخرى احسن اما روبريز الا اللي كان عارف مثلا الروبريز عارف السياره ديالو شحال هتجيبو ومقاد ثم هاد اللي تيكون عاد باغي يدير الثمن بيك انت اغلبيه الخوت ما تتركبش معاه التجاره حيت كيكون عاد باغي عاد فكر اول مره فخصو تا يقتنع وتيعرف كيجي كيقول لك شي ثمن عطاه مني ما تقول له خليك اخويا ما يسلكنيش داك الثمن دونك بيع بشي اخرى ونقد معاك حيت كيعجبني نشري السياره على ذوقي ما يلزمني حتى بواحد كيكون عنده واحد السياره هو ما كيكونش انا ملزم انني نشريها كتسمى بحال كتفرض عليا في الروبريز مفروضه عليك ومفروضه عليك بثمن كساب فما تجيش انا ديجا قلت الثمن انا تنقول الناس الثمن على اساس نتخلص فلوس فلا كان الروبريز تيلزمك وبالاخص تيكون مفروض عليك وتيكون الثمن شويه ما عارفش ما خلانا وعارف كي الحمد لله اللي كتركب معاهم التجاره بالزربه اللي ما كتكتبش معاه تنديروا معاه معرفه المهم هاد السياره تبارك الله راها تنحاول ما دابا في الزنقه والوليدات تيلعبوا نحاول كاين شي بلاصه ما تنقدرش نبين المهم الطوموبيل تبارك الله من بعد ما تغسلات كات كات ديال بصح والله اخوتي هاد الفخامة هادي ومشيتي لها المرسيدس نفس بدك
50 مليون ولا 46 بعدا. مرسيدس جيبها 2017 بهاد الفخامة الكونفورة ما تتنزلش على 40 مليون 46. فتبارك الله الكيا هما حديد كامل الجابون، الكيا والهيونداي تيعجبوني فخامة واتساع وتتمرح الطوموبيل بجميع المواصفات بثمن زوين. شوفوا دابا الميطير ان شاء الله. الموتور ديالها تبارك الله مازال جديد، كاين كلشي مازال في بلاصتو. غير ديال الرسول مورتيسور فيه شوية صداع عادي، مورتيسور الجليدة ديالو مقطعة. الموتور صغير الخوت، وخا 8 الخيل الموتور صغير، يعني 4 سيلان الموتور صغير، يعني ما كاينش شي كونسوماسيون بزاف. الباتري راه ندير ليها جديد، ده غير بلاستيك هادي بصح. هاد المورتيسور عادي وما تيتقلعوش وتيسداو من هنا. المهم الكسيده ما كايناش، هذا هو المهم. الحمد لله الله يجنبنا كاع الكسايد ويجنب كاع الناس اللي هما اللي قدر الله عليه الكسيده، يرضى بقدر الله ويصارح خوتو عندو ما يدير. دابا الانسان كيقدر الله عليه كسيده وكيولي باغي يبيع لخوه اكثر ثمن باش ينقص عليه هو الخطيه ويخطي مع واحد اخر، عادي يقدر الله الكسيده. راه لافيرا كيشريو الكسيد ولا تصارح خوك تقول له راه كسيده الطوموبيل ها فيها مضروبه، حسبها له بنص ثمن. حتى الكسيد كيتباعو، انا الحمد لله ما تنشريهمش، ولكن راه كاين اللي ماشي عيب يصارحك الانسان يقول لك الطوموبيل راه كسيده. إذا كانت الطوموبيل كدير 16 مليون خصو يخليها لك ب 12 ولا 10، هادي إلا مكانش عيب كراف يعني عايشة ضريبة صغيرة. الكسيد كيطيحو الثمن، المشكلة راه هو الناس كي واخا تكون كسيدة مكيبغيوش الناس إيه إلا من رحم الله يصارحو بها. دونك هداك الشي تبارك الله نقي. الهيدرات العموم سيارة جميلة تبارك الله، خفيفة حلوة مكاين حتى مشكل. بسم الله بسم الله. شعل الكاميرا الخوت، راه السيارة تبارك الله الفرون ديالها رطبة، بصح تتحس براسك راكب في طوموبيل كبيرة فهمتي. زعما صراحة راه هادو هما السيارات اللي كوريا دارتهم تيشبهو للسيارات ديال الخليج تبارك الله. في السعودية ولا هذا السيارات كلهم بحال هكا، مكاينة لي كات كات. تبيني بصراحة بصدق يعني أحسن سيارة هي الكات كات، تكون عالية كتكون كبيرة كتكون. انا غير مساله ديال الاقتصاد باش انسان كينزل الرد، ما راه تركب عالي وكبير في حال هكا راه تبارك الله راه تحس براسك عندك واحد الحريه كبيره في السياره مع الوليدات مع نفسك، تحط الاغراض ديالك حتى لا كريم تجي مشتا ما يضركش راسك، اللي معاك اللور ما يعرقش ما يصهدش، كوفر كبير جالس عالي مرتاح. الناس اللي كيضرهم بسياتيك والظهر ديما العالي العالي تيريح، تتجلس تتنوض من تنزل من الطوموبيل وانت واقف وتتركب فيها وانت واقف. السيارة ملي كتجلس تتجلس بزاف حاضر وتتبغي تنوض ديما تدفع برجل وحده،
دونك ديما رجل ديال اليمين تتاكل العصا في الدار. الاهلي الاهلي مريح صراحه. اي واحد ما راه تشاركوا معايا هذه الفكره، راه بصح راه غير مساله اقتصاد وعشق. ما انسان يكسب وانسان في السن ديالو يخلي سياره يكسبها ديما، راه احسن حاجه هي تكون عاليه، يعني الطوموبيل تكون عاليه ماشي بالضروره. الحمد لله ولاو دابا السيارات بحال هكا وكبار وماشي كات كات، ماشي بالضروري تكون عالية تكون كات كات. دفع رباعي ماشي ضروري، المهم تكون عالية وكبيرة راه تتقضي الغرض. تبارك الله ما تسمعش بالزربة يطلع تبارك الله تتجاوب طبعا. شفت عليها تتجاوب الزربة. نهى الجامع هو هذا، القهوة هنا في الجريدة، ها لافاج ولد رحيم. واللي جاي يسول على لافاج ولد رحيم هو البيرو عندنا الفوق في هاد العمارة. السيارات ديالنا هما الحمد لله كلشي ديال الله. هذا هو المكان وهذا هو الزمان. يوم الجمعة، يوم الجمعة 2 شهر 6. مرحبا بكم الخوت، بغيتي نحبسو هادي. دابا السبعة، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هاد اليوم الجمعة، يستجب لينا ويرزق كاع الناس اللي هما وفقهم الوليدات في هاد الامتحانات، وليداتنا كاملين الله ينجحهم. الله يوفق الجميع، الله يقضي الغرض. ساعات استجابة الخوت في هذه اللحظة هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى يستجيب الجميع. السيارة تبارك الرحمن بحال الطوبيس، طويلة ومريحة مع الوليدات، والله يوفق الجميع. ومرحبا بكم عند أطول رحمه.